شو تريد تحكي؟ شو تريد السؤال؟ يعني بعد ما يعني ما ادري شو السؤال في تحكي، ما ادري والله يعجز التعبير. منك منك منك، هاي هاويه هاي هاويه هاي هاويه هاي هاويه. لم يعد هناك معنى للكلام او فائده، هكذا يقول لسان حال العراقيين الذين اصبحوا يتعايشون مع مآسيهم وكأنها جزء لا يتجزأ من يومياتهم. وآخرها فاجعة حريق مستشفى الحسين في مدينة الناصرية، والقائمة تطول. قبل 3 شهور مستشفى الخطيب، هسه من الناصرية احترقت منا، هسه غير نريد نطلع الوادي. هات تشوف هاي القفالة، شوفها قدامك، الباب مقفول الرئيسي، ليش؟ اكو منفذ نريد نطلع العالم، ماكو. الباب ذاك باب مستشفى ايش قدش كبره، بابه عرضه متر. اكو مستشفى ينبني من سندويتش، يعني سريع الاشتعال. اكو جثث حدر الانقاض هسه، وعالم محترقه وعظام ويعني وجلد متفسخ، فيعني الحاله يرتالها. وفي ظل هذه الفاجعه لم يكن خفيا على اهل الناصريه والعراقيين اجمع ان الكوارث التي تحل بهم تباعا تقف من ورائها حكومات تابعه لايران وميليشياتها عاثت فسادا ودمارا بارض الوطن. الذي حدث كان مفتعل عن طريق الأحزاب، صراع من أجل مناصب، من أجل كرسي. حزبين يتعاركوا بيناتهم البارحة، حرقوا الناصرية وبعد يحرقون بعد وبعد. ماذا فعل رئيس الوزراء؟ قام بتغيير مدير صحة، جاء مدير صحة جديد ونفس ملفات الفساد. طبعا هذا الكرفون مثل ما شاهد، هذا الكرفون لا يصلح للمركز العزل، هذا عبارة عن سندويتش، عن فنر، هذا يساعد على الاشتعال. فأنت شلون الكوادر الصحية، المدير الصحة، وزير الصحة، شلون هذا يصير للعزل؟ هذا سبب هناك تقصير وإهمال واضح من الحكومة المحلية والمركزية. ليش يحترق المستشفى؟ ليش ما بي أطفات الطفي الحريق على المستشفى بأكمله؟ يصبح خفت كله يحترق هو وناس البي، يقول لك 200 وهي أكثر من 200، بس لا كقانون حاسب عديل ولا كقضاة عدنة. فاجعة مستشفى الحسين والحقائق التي تتكشف بخصوصها يوماً بعد آخر تعكس جانباً من جوانب الوجع العراقي الممتد منذ سنين، والذي لن ينتهي ما لم يقم العراقيون بانتفاضة كبرى على كل من تسبب بإيصال حال البلد لما وصل عليه اليوم، انتفاضة تعيد العراق لشعبه وسابق عهده.